السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام، شكرا سعادة الدكتور علي بن محمد عواجي عريشي على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لتواضعك ورحابة صدرك. شكرا لك أيضا لقبولك دعوتنا للانضمام معنا بهذا المنتدى ومشاركتنا في هذا الحوار الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه في تقديمه معك. وأعتذر لجميع الأعضاء الذين أرسلوا أسئلتهم ولم يتم طرحها لضيق الوقت. شكرا للجميع. شكرا لمدير هذا المنتدى الاستاذ يحيى عمير، شكرا لجميع الاعضاء والمصممين والمشرفين في هذا المنتدى. تصبحون على الف الف خير. الى اللقاء، مع السلامة. في الحقيقة أشكر الأستاذ يحيى الأمير مدير المنتدى، وكذلك أستاذ إبراهيم الدلح على هذه الأمسية الرائعة الجميلة. وفي الحقيقة أنني أسعد بانضمامي، ولم أكن أعلم عن عدد كبير من المواهب الشعرية والفنية والأكاديمية والعلمية إلا من خلال هذا المنتدى. ممكن كلمة قصيرة تلخص انطباعي، هي أن هذا المنتدى يعتبر علامة بارزة في مسيرة الحركة الثقافية في منطقة جازان. شكرا للجميع، باب وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الماتع مع هؤلاء العمالقة ومع هؤلاء الرموز من أبناء منطقة جازان الذين شرفوني وأسعدوني بأن أكون بينهم هذه الليلة. وهذا لا شك نقش على بدني ووسام على صدري وتاج على رأسي، جزاكم الله ألف خير. في الختام نتوجه لكم بجزيل الشكر على أن صبرتم معنا في هذا الوقت الطويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، وأن يحيط بلادنا بحياطته وعنايته ورعايته، وأن يجعلها من تقدم إلى تقدم وفي ازدهار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهر كل من يريد بها كيد أو مكر. شكرا شكرا للجميع على سعة صدورهم لسماع كلماتي وبضاعتي المزجاة، ووفقكم الله وحفظكم الله من كل سوء ومكروه.